مساء الخير عن جديد. اللجوء للطبيب المختص بحال ظهور أي عارض صحي أمر ضروري للوقاية من مضاعفات المرض، والكشف المبكر عن الأمراض الخبيثة أمر بغاية الأهمية، وخاصة إذا كان في عامل وراثي، ومثل ما بنعرف سرطان الثدي للأسف هو وراثي بنسبة كبيرة. لنعرف الجديد بعلم الوراثة والجينات وشو دوره. صار معنا عبر السكايب الدكتور عزيز خضور اختصاصي بالتشخيص المخبري، ودكتوراه بالعلوم البيولوجية باختصاص الجينات البشري عبر السكايب من روسيا. أهلا وسهلا دكتور. أهلا فيك دكتور. دكتور خلينا نحكي بداية عن دور الوراثة بظهور سرطان الثدي. يعني نحن مثل ما بنعرف أنه سرطان الثدي تحديدا هو وراثي. هلا بشكل عام مثل ما حكيت بالحلقات السابقة اللي كانت هي عبارة عن سلسلة مرتبطة بمواضيع خاصة بالجينات، بشكل عام أغلب الأمراض تنطلق من مبدأ جيني. أوكي. في خلل جيني بيترجم فيما بعد هذا الخلل بشكل مرض بيتظاهر، بشكل مرض سريري بيتظاهر. هلا حقيقة الأمر قسم من هاي الأمراض ممكن تورث وقسم لا يورث. هلا بالنسبة لسرطان الثدي أو بالنسبة للسرطانات بشكل عام، هو هروب، هو الخلايا بالحالة الطبيعية بتتكاثر، هاي الخلايا بالحالة الطبيعية وبتتكاثر عدة مرات وبالنهاية بتموت بشكل تلقائي. بالحالة السرطان هاي الخلايا بتهرب من هذا الموت أو ما يسمى الموت الكلوي المبرمج، بتهرب بسبب وجود مجموعة من الطفرات. أوكي. هاي المجموعة من الطفرات بتحول الخلايا الطبيعية اللي عم تنقسم بشكل طبيعي وعم تكبر وعم تتحول لخلايا هرمة وبتموت، بتحولها لخلايا مستدامة بشكل استدامي وما بتموت، بتحول لخلايا سرطان. تمام. أوكي. هلا هاي بشكل عام للسرطانات بأكملها. هلا الاضطراب أو الطفرات الحاصلة بمجموعة من الجينات اللي هي بتراقب، هي عملها مثل شرط المرور داخل الخلية، بتراقب عملية تكاثر هالخلايا هاي. هالاضطراب بوحدة من هالجينات أو مجموعة من الجينات بيؤدي إلى الخلل وبيخلي الخلية تهرب من الموت الخلوي المبرمج وبيتظاهر هذا بشكل سرطان. بالنسبة لسرطان الثدي، أوكي، أشيع الاضطرابات أو أشيع الطفرات الجينية هي الطفرة بالـ PRCA1 والـ PRCA2 أو الـ PRCA1 والـ PRCA2. هذول أشيع الطفرات أو الأشهر الطفرات الحاصلة بسرطان الثدي، واللي نحن غالبا واللي نحن نتعمد الاستقصاء عليهم أثناء البرسبكتيف. هلا بشكل عام فينا نحكي 5-7% من سرطان الثدي يورث. 5-7%، يعني هاي الطفرة 5-7% فقط تورث. أما باقي الحالات هي طفرات حاصلة ولكن لا تورث. لذلك نحن أمام مفهومين أنا ركزت عليهم باللقاءات السابقة، أن هناك طفرات بتحصل بتؤدي إلى أمراض سريرية بس ما شرط تورث. أوكي. وهناك طفرات بتحصل وتورث للأجيال المستقبلية أو القادمة. تمام. طيب. أوكي. تمام. هو السؤال الثاني اللي بحب أسألك إياه، إنه شو هي العوامل اللي ممكن تزيد هالطفرات أو التأهب لحدوث الخلايا السرطانية غير الوراثية؟ هلأ العوامل المجملة تزيد أو تزيد تأهب لحدوث السرطان الثدي، إحنا عنا مجموعة عوامل. منا تعرض للأشعة، أوكي، منا وجود قصة عائلية، قصة عائلية وراثية سابقة. أوكي. يعني بشكل عام بالعائلة نفسها، قرابي وخاصة قراب الدرجة الأولى من الأب أو الأم أو الأخ. طبعا حتى الأب لك. أوكي. فوجود القرابة هاي مو بس يكون في سرطان ثدي وإنما سرطان مبيض ممكن، أوكي، بالنسبة للأم أو إلى آخره، بزيد هذا من 7-10 مرات الإصابة بسرطان الثدي.
عرفت زي كيف؟ تمام. بالإضافة لذلك وجود بعض الأمراض الحميدة بالثدي أوكي بيأهب لحدوث الإصابة بسرطان الثدي مثل التليف، الخراجات البسيطة، النخر، هالأمور هاي. كمان إذا بدنا نروح عن ناحية جيني كمان وجود أعراض محددة أوكي في بعض العرقيات هن أكثر إصابة بسرطان الثدي من غيره. تمام. طيب دكتور، استنادا لهذا الحديث اللي تفضلت فيه، امتى السيده لازم تبلش تعمل فحوصات؟ يعني باي سن في حال كان في عنا نحن عامل وراثي؟ هلا تمام الحكي هذا، في حال كان في عامل وراثي مؤهل لهذا الموضوع لازم تبلش من 30 وقبل. فاذا في حال في وجود عامل وراثي ويوصى في حال وجود عوامل وراثيه انه يتم كل سنه فحص الماموغرام اوكي مع فحص احيانا كمان يطلب فحص الرنين او المغناطيسي بالاضافه لمجموعه من الاختبارات الاخرى. تمام. طيب دكتور، اخر الدراسات الطبيه بعلم الجينات والوراثه لوين توصل العلم بما يتعلق بسرطان الثدي؟ هلا نحن بشكل عام صار حاليا الدراسات الاخيره بتركز على العلاجات. تمام اوكي، بتركز على العلاجات الدينية الدراسات الاخيره. تمام. بتركز على العلاجات. تمام. على العلاجات الدينية. اما من ناحيه التشخيص اوكي بحدود العشر سنوات او الخمسة عشر سنه السابقه نحن صرنا امام ما يسمى البريدكتنج او التشخيص التوقعي. يعني نحن الانثى بتكون مثلا عندها مجموعه من العوامل الوراثيه مثل ما حكينا، هاي قصه عائليه سابقه او الى اخره، او وجود امراض حميده بالثدي، بتعمل فحص جيني، فحص توقعي بالطفرات ام سي لاكتشاف الطفره، لاكتشاف طفرات بالبي ار سي اي 1 او البي ار سي اي 2 اوكي. هلا هاي صارت رائجه وبشده، واحيانا عم يصير فحص منزلي ولكن بحاجة لاستشارة من أخصائي الوراثة. حالياً القفزة الجديدة طبعاً مجموعة من الأدوية اللي ما دخلت للأسواق ولكن عم تجرى عليها مجموعة من التجارب. حلو. هي الأدوية إن شاء الله. الأدوية الجينية أوكي، منها الأدوية اللي بتهدف تصحيح العصب بالبي آر سي اي 1 والبي آر سي اي 2 نحن من خلال تقنية الكريسبر عندنا كمان من خلال مجموعة من اللقاحات أيضا حاليا كمان في مجموعة من اللقاحات اللي هي ليست فقط لسرطان الثدي وإنما لمجموعة من السرطانات الأخرى أيضا. كمان نحن حاليا في عندنا مجموعة من الأدوية تكون محملة في شي مرحلة ندخل بالتخصص بالمايكرو آر إن إيه اللي بتروح تهدف الخلايا السرطانية وبتمنع التعبير عن البروتينات الشاذة. تمام. دكتور عزيز، شكرا كثير لوجودك معنا لليوم. ميت أهلا وسهلا، شكرا كثير لكم. حديثنا عن سرطان الثدي مكفي، ضلوا معنا.